مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم في هذه اللحظات لفقرة سوق الجبيل التي تم تصويرها مسبقا، والتي يعرفنا من خلالها الزميل سلطان الشمسي دائما على أنواع السلع التي يتضمنها السوق وأسعارها كذلك. جولتنا لهذا اليوم في قسم الخضروات والفواكه، نتابع ومن ثم لنا عودة. صباح الخير والنور والسعادة عليكم متابعينا ومشاهدينا الأعزاء، حياكم الله زملائي في الاستوديو، نحييكم ونرحب بكم في فقرتنا الصباحية اليومية الجميلة من سوق الجبيل. نستعرض فيها إن شاء الله وياكم اليوم من قسم الخضروات والفواكه، قسم الألوان، قسم الروائح الطيبة، مجموعة من الخضروات وأيضا الفواكه. بداية من هذا المحل مع أخونا محمود. محمود طبعا من الاخوان الموجودين عندنا في سوق الجبيل من زمان، وايضا من الجاليه المصريه، من الاخوان العرب المتميزون بانواع مختلفة من الخضروات والفواكه. محمود السلام عليك وصباح الخير، كيف حالك؟ طيب يعطيك العافية. بداية تعال خلينا نشوف البضاعة اللي وصلت عندك الآن من الخس وما شاء الله الملفوف، وعندك الزهرة القرنبيط، خبرنا شو الموجود اليوم عندنا. في الخس موجود، في الزهرة جديدة ما شاء الله حق اليوم، في الملفوف حق السلطة والملفوف حق المحشي ما شاء الله. شو أسعار بيكون اليوم الخس والملفوف واللي موجود عندنا؟ الخس كيلو بخمس دراهم. نعم، الزهرة كيلو كمان بخمسة درهم ما شاء الله، وفي الملفوف ده الكيلو بأربعة درهم، الواحد بالسلطة الصغير. نعم، هذه الملفوف الأبيض، هذا ده الملفوف الأبيض. في الأبيض في الأحمر الاثنين موجودين وسعرهم نفسه على أربعة، نفس السعر أربعة درهم. أربعة درهم. انزين، نرجع على أوراق العنب ما شاء الله. الآن أشوف محمود أنا السوق قام يوفر هذه العلب، يعني عليها طلب أظني أكثر عن اللي هي اللي حاطين محطوطة في الزجاج. ده كمان هو البنات اللي ورات العنب اللي هو الناعمه، الناعم هذا للمحاشي طبعا مشاهدين الاعزاء. وكم سعر الصندوق هذا؟ طبعا دعم 15 درهم. 15 درهم وانتاج مزارع ده اردني، الاردن أردني. مزارع الاردن ممتازة. وسعر قلنا كم اخوي محمود؟ 15 درهم. والوزن 15 درهم، في 300 جرام. 300 جرام. 300 جرام يعني يسوي لنا حله مثل ما نقول. لا يعمل حله ولا حلتين؟ حله كبيره ان شاء الله من ورق العنب مشاهدين الاعزاء. طبعا يجيكم هذا شوي غير مختلف، يسمونه البناتي، يكون تكون اوراقه شويه ناعمه، فمتوفر عندنا عند اخونا محمود. وايضا عندنا اليوم ما شاء الله البطاطا، الشبسي ولا العادي هذا؟ الاثنين موجودين، في ديت وفي ديت. نعم، احنا عندنا احد الاخوان هناك من الاخوان المصريين بعد يقول لي ده 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 الشبسي، ده ما ادري شو هي اللي بتستخدم في الزيت، وفي العاديه اللي هي بتبقى المسكره اللي هي للطبخ. ايوه للطبخ. الاثنين موجودين. والان هذه تصلح لشو هذه؟ هاي للطبخ بس، هذه للطبخ مش للشبس. نعم. واليوم سعرها كم بيكون؟ 3 دراهم الكيلو. 3 دراهم. وعندنا اطلع على الليمون، على البطاطا الحلوه، في الليمون موجود، ليمون افريقي حلو الكيلو بخمسة دراهم. نعم، ليمون مكسر حلو دلوقتي. الثوم الباكت بسبعة دراهم. سبع دراهم. الوزن كم تقريبا؟ الوزن 750 جرام. 700 يعني تحت الكيلو بشوي. والبطاطا الحلوه، البطاطا الحلوه كيلو بستة درهم، هذه من مصر حمراء ممتازه ما شاء الله، هذه حمراء من الداخل، موسمها ما ينقطع مشاهدينا الاعزاء، في الصيف في الشتاء متوفره. اللي يحب الفندال طبعا احنا نسميه هذه، محمود يسميها الفندال. ايوه، أيوة. فعليها طلب ما شاء الله، فمتوفره ايضا على طول. وهذا هاي الولاس، القلقاس، ما ادري هاي القلقاس، وهاي البتنجان حلو بدون بذر. انزين، شو اسعار البتنجان؟ بستة درهم الكيلو. نعم، بتنجان ما شاء الله ممتاز، ده بتنجان هولندي ولا المحلي؟ هولندي. 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 كم سعره اليوم؟ ما شاء الله ممتاز، 6 درهم. 6 دراهم ما شاء الله، نزل اول على 8 دراهم كان تقريبا. لا لا دلوقتي سعره حلو ما شاء الله. عطنا اسعار البصل الاحمر الابيض. البصل الاحمر الكيلو ب 3 دراهم. نعم. في منه نوع ثاني ب 2.5. هذا الهندي ولا شو تقريبا؟ ده هندي. اه ده هندي. والابيض؟ الابيض موجود الكيلو ب 5 دراهم. بصل محلي ممتاز ما شاء الله. ما شاء الله. في طماطم بعد. نعم. الطماطم الكيلو ب 4 دراهم. 4 دراهم. صندوق فيه 7 كيلو او 6 كيلو ونص ب 15 درهم. 15 درهم. ممتازة حلو. نعم ما شاء الله، الكيلو عندنا على 4 ولا 3 دراهم؟ ايوه 4 دراهم الكيلو. 4 دراهم، والصندوق؟ الصندوق ب 15 درهم. 15، وعندنا هذه بعد الطماطة هنا بارك الله فيك، هذه الطماطم هنا هي التشيلي هذه. بنش، وفي طماطم التشيلي. على كم هذه؟ دي كيلو ب 15 درهم. 15 درهم. ما شاء الله، اللي يشوفها يتحسب البلح. ايوه نفس البلح بس ما شاء الله حلو. ما شاء الله، سعرها كم قلنا هنا؟ الكيلو ب 15 درهم. 15 درهم، والصندوق الكبير هذا اللي تحت؟ هي نفس الصندوق البنش ديت اذربيجان، الصندوق عامل 25 درهم دلوقتي. 25 درهم، سابقا كان على 30 تقريبا. ايوه الان شويه نزل السعر الى 25 درهم مشاهدينا الاعزاء. والورقيات معروف سعرها محمود؟ على الورقيات موجوده الجرجير، النعناع، البقدونس، كل شيء. الحبه بدرهم واحد على درهم. أيوة. الحبه على درهم. وهناك
والخس قلنا على خمس. الاطباق اللي مسوينها محمود انت من الباميه الثوم في موجود، الطبع ب 8 درهم، الطبعين ب 15 درهم، الباميه بالنسبه للثوم، في الخيار الاورجانيك الصغير، الخيار حق المخلل الحلو، نعم حق التخليل، الفطر واحده ب 5 درهم، المشروم هذا المحلي. اه محلي ما شاء الله. طبعا عندنا انتاج محلي مشاهدينا الاعزاء، مجموعه مختلفه من الخضروات، وايضا في محلات مختصه في بيع الفواكه. اخوي محمود انتقل ايضا الى قسم الفواكه، عندك شو جديدنا اليوم في هذا المحل؟ عندنا المميز المانجا الفص والمانجا العويسي. الفص والعويسي الان بدا موسمه ما شاء الله. ايوه احنا عرفنا ان الهمبه المصريه وقامت توصل الان عندنا ما شاء الله موسمها دلوقتي. جميل. هاي المانجا الفص، فص مصري ما شاء الله ممتاز. اسمع الله اسمها؟ اسمع اللاوي. دي اسمع اللاوي. اسمع اللاوي. أيوه. بعد اسامي بعد ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تبارك الله. رقم واحد. هذا النوع اللي ينافس الكولومبي مشاهدينا الاعزاء. أيوه. اللي ينافس الكولومبي بالطعم جميل جدا. ممتاز جدا. لكن بدون بذر. بدون بذر صحيح. لكن هو يكون ما شاء الله حلو. ليش يكون سعره دائما مختلف عن جميع انواع المانجا؟ خليك كذا شوي حسب نشوف. تكون اغلى شوي بس هي ما شاء الله حاجه ممتازه يعني مميزه. نعم الحين الصندوق هذا كم كيلو تقريبا؟ الصندوق ده فيه 3 كيلو الحين ب 75 درهم. 75 درهم. 3 كيلو بس معروف الفص معروف مشاهدينا الاعزاء يبدا من 40 50 60 70 80 يوصل احيانا ايضا الى 100 درهم على حسب الانتاج وايضا الكميات. مثل ما شوف الآن هذه مثل ما قطف أول موجود عندنا اليوم عند أخونا محمود، لكن السعر اليوم على 75 بالنسبة لفصيلة الفص. لكن عندنا أيضا العويس. العويسي العويسي دي اسمع له كم مرة كم واحد. هذه بعد هذه غير اللي ما جرب العويسي وما جرب الفص لازم يجرب. ناخذ بالكيلو. لازم تاخذ انت عايز بالكيلو كم؟ في الكيلو ب 30 درهم. 30 درهم. نعم الكيلو على 30. ليه ما يبغى ياخذ صندوق على اساس انه ما يجرب او يجرب ياخذ كميه بسيطه من ما شاء الله حلو. شوفوا هذا عندنا الفص وهذه عندنا العويسي. سبحان الله حتى يعني للامانه ريحته طالعه ما شاء الله ريحته طالعه واشياء طيبه ما شاء الله. وهني كم قلنا السعر بيكون العويسي؟ العويسي الصندوق 65 درهم 3 كيلو. 65 3 كيلو يعني الحين يعتبر هو بالغ بهذا اللون اخوي محمود؟ كذا احنا جايبينه وسط، في منه بالغ وفي منه كذا، الاثنين موجودين عادي يعني متوفر ده ومتوفر ده. تمام. ويفضل اني استهلكه يوم يكون اخضر ولا اصفر؟ لو انت عايزه حق الاكل على طول بتاخده بالغ لان ما شاء الله طعمه ممتاز. نعم احنا بنجيبه دائما وسط يعني ما بين كذا لين ما يبلغ يكون عندكم ما شاء الله. والاسعار على 65 درهم اليوم طبعا عند اخونا محمود. اشياء جديده مشاهدينا الاعزاء بالنسبه للمانجا اللي هي الفص وايضا العويسي. نرجع الكرتون عليك امر اخوي محمود ونطلع على الكرز والفراوله والتفاح والاشياء اللي موجوده عندك ما شاء الله. موجود في كرز. هاي كرز كندي. كندي هذا؟ في فراوله. اه ما شاء الله. شو اسعارنا في الكرز؟ الكرز الكيلو الحين ب 60 درهم. ب 60 درهم الكرز الان وصل مشاهدينا الاعزاء. وعندنا فراوله برضو ما شاء الله. في تين اردني لو عايز تين في تين اردني. نعم. حلوه. هنشوف الفراوله على كم؟ الفراوله الصندوق عامل 40 درهم. 40 40 درهم. 40 درهم ما شاء الله. 40 درهم. وهذا شو عندك محمود ما شاء الله الان؟ ده تين اردني بس ما شاء الله تبارك الرحمن. تين رقم واحد. تين رقم واحد ما شاء الله. ما شاء الله التين موجود عندنا اليوم الاردني وبارد وتوه واصل الان عندنا مشاهدينا الاعزاء. نشوف نحط الصندوق شوي كذا نعرض الصندوق على الكاميرا مشاهدينا الاعزاء مثل ما نشوف وياكم. الكميه اللي موجوده في الصندوق هذا؟ الكميه 2 كيلو. كيلوين تقريبا. آه كيلوين. وسعره كم بيكون ان شاء الله؟ الكيلو يعني الصندوق كله ب 80 درهم. 80 درهم. 80 درهم. الحين انا الاحظ الاسعار شويه كون هذه البضاعه الان موسمها او توها واصله يكون سعرها شويه مختلف. لكن بعد فتره احسن. بس هي دي حاجه ما شاء الله رقم واحد معروف العسل. العسل الاردني. الاردني ما شاء الله مشاهدين الاعزاء. طبعا الفواكه اللي تينا من دول العربيه سواء من الاردن من المغرب من تونس من الجزائر ايضا من دول اخرى يعني من الفواكه التي لا يعلى عليها مشاهدين الاعزاء كطعم كرائحه غير عن لينا المستورد المجمد من دول اوروبيه. فهذا يكون شوي طعمه مختلف لكن عندنا لينا من دول العربيه سبحان الله يكم طعمه مميز وجميل وايضا موسمه. والسعر على 80. ما تبغى تاخذ الصندوق تاخذ نص صندوق تاخذ بالكيلو الكميات اللي تبغيها والاسعار ايضا اللي انت تحبها. وايضا اللي موجود عندنا الان انا لاحظ وجود الرمان اليمني. اليمني وصل الان. وصل الرمان اليمني. وصل وصل ما شاء الله ما شاء الله ممتاز معروف الرمان جميل يعني لونه لونه مميز طعمه مميز سبحان الله غير عن الانواع الثانيه. هيكم حامض حلو لكن هذا هيكم حلو سكر طيب ما شاء الله. ده احمر بزياده من الداخل. نعم. حلو ده رمان يمني. رمان يمني نعم معروف ما شاء الله. وسعره كم بيكون عندنا بالكيلو؟ الحين الكيلو 15 درهم. 15 درهم للكيلو. لسه بدايه موسم بس لكن لين بعدين بينزل. أيوه ما شاء الله. بينزل حتى 8 درهم يوصل. 8 درهم. نعم 8 درهم لما ينزل عندنا الرمان المصري
الكبير والتركي بينزل. نعم بينزل مباشره، ينزل سعره مشاهدين الاعزاء الان. ليش غالي؟ لانه توه موسمه، وثانيا من الطعم يعني من الاخر، اللي ما جرب الرمان اليمني يجربه كعصير او حتى ياكل الحبوب اللي فيه، شيء طيب ما شاء الله. ننتقل ايضا اخوي محمود الى الانواع الثانيه الموجوده عندك من الخضروات، من الفواكه. في كل شيء موجود، في التفاح الاحمر ده، تفاح نيوزيلندي، في ده الايطالي. نعم في ده تفاح ايطالي كمان. كل الايطالي نيوزيلندي وايطالي عندنا. شو اسعارنا؟ الايطالي موجود الكيلو ب 7 دراهم. 7 دراهم. 7 دراهم. نعم التفاح دائما اخوي محمود لاحظه 8 6 7 8 هذا سعره. جودة فعلا يد فتره ثبت على 8 دراهم، لكن الان رجع نزل 7 دراهم. سعره حلو بالنسبه لده. نعم ما شاء الله نزل الى 7 دراهم. حلوه والرويل هذا معروف طبعا. نعم وسعر الكيلو قلنا عليه 7 دراهم. عندنا ايضا ندخل على الشمام، بارك الله فيك. في موجود شمام ممتاز ما شاء الله، شمام اردني ما شاء الله رقم 1. سعر الكيلو بيكون اصفر من جوا، اصفر بزياده من جوا. الكيلو منه الحين ب5 دراهم بس. 5 دراهم الكيلو. 5 دراهم بس. 5 دراهم للكيلو الواحد مشاهدينا الاعزاء. اليوم عندنا الشمام مثل ما نشوف وياكم الان. الشمام طبعا عندنا هذا الاصفر وهذا البرتقالي. الأصفر. ايوه هاي اصفر من الداخل، هاي بيجي اورنجي من جوا. وهذا كم سعر بعد؟ نفس السعر، الاثنين سعر واحد. الكيلو ب5. واليح كم واصل عندك الان؟ اليح ب2 2.5 في درهمين لدرهمين ونص. اليوم عندنا اليح مشاهدينا الاعزاء. طبعا احنا كنا وهذاك المصري عندنا الموجود المانجا الكيت. شو اسمها؟ كيت. كيت كيت مصري. هذه المانجا طبعا الكبيره في عندك داخل منها محمود؟ في موجود. نجيب بس عينه ما عليك كمر نشوف. نراويكم مشاهدين الاعزاء طبعا انواع الهمبة اللي وصلت عندنا اليوم في سوق الجبيل. طبعا عندنا الفص وعندنا العويسي وعندنا ايضا الحجم الكبير المعروف هو الهمبة اللي تيكم الخضراء العملاقه ما شاء الله معروفه. هذه نشوف وياكم يا بنا اخوي محمود هني عينه نحطها على الكاميرا نراويكم ان شاء الله مشاهدين الاعزاء. نفتح شوي البلاستيك اخوي محمود ما عليه كمر نراوي مشاهدين الاعزاء احجام هذه الثمره. هذه ما شاء الله شوفوا نرفع هذه جزاك الله خير. هذه احجامها وهذه طبعا الان موسمها بعد توها بادي الموسم الان. بيكون سعر الصندوق كم اخوي محمود؟ 35 درهم. 35 درهم. نعم ارخص نوع يعتبر الان مشاهدين الاعزاء على 35 درهم. أيوة. وموجوده عند اخونا محمود وحياكم الله. محمود كلمه توجهها للمشاهدين تدعوهم الى هذا السوق وايضا الى المحل. ما شاء الله احنا بنجيب حاجتنا كل يوم جديده، يعني الحاجه هنا الميزه فيها ان هي فريش وبتيجي كل حاجه جديده. كل حاجه طازه والحمد لله الاسعار برضه مناسبه. الاسعار الحمد لله رب. وانت ما بتقصر في المتابعين؟ لا 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 والله اي حد يجي على راسنا مستني تعرف. الله يخليك. شكرا شكرا استاذ محمود، بارك الله فيك. مراك التوفيق وايضا نبارك لك وصول ايضا كميات الهمه من الفص وايضا الحمد لله موفرين كل شيء، يعني اللي يجي شرفنا تحت. الله يخليك شكرا جزيلا بارك الله فيك. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام كنا معاكم مع اخونا محمود في هذا المحل طبعا مختص ببيع الخضروات وايضا الفواكه، واللي بشر عنده طبعا اليوم الهمبه العويسي وايضا الفص وايضا النوع الاخر توفرت عنده بكميات طيبه واسعار طبعا مثل ما خبرناكم الان. في بدايه الموسم يكون شوي السعر مختلف، لكن ان شاء الله في الايام القادمه وايضا فتره بسيطه راح تنزل اسعار شويه وايضا توصل عندنا ايضا انواع مختلفه من هذه الفواكه. حياكم الله، نشوفكم ان شاء الله في حلقات وفقرات قادمه، ونتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. وتحيه خاصه طبعا لامهاتنا اللي يتابعونا الان في البيوت. مع السلامه.